بالنسبة للموسم زجوجو الحالي، الكميات اللي متوفرة في السوق حاليا تقدر حوالي 157 طن، متأتية أساسا من مخزون السنة الفارطة اللي يقدر معناها 97 طن موجود في ولاية سليانة، هذا اللي وقع التصريح به، وفما 25 طن موجودة في ولاية بنزرت حسب مصادر وزارة التجارة، و 35 طن احنا نقدروها هذه مش تتوفر قبل المولد من البيوعات اللي تم إنجازها في الموسم الحالي. احنا تو موجودين في منطقة قوست الباي التابعة لمعتمدية ماطر. هي في البداية في كل معناتها شهر ماي جوان كل رئيس مركز غابات يقوم يعني بتقديم مقترحات يعني في مقاسم اللي يمكن جنيها في موسم الزقوقو، وبعد تالي تتقدم المقترحات هذه للدائرة، وبدورها هي الدائرة تقدمها لوكالة استغلال الغابات بوزارة الفلاحة، وثم يعني معناتها يتم جمع المقاسم هذه الكل وتهبط في إطار مناقصة، والمناقصة هذه معناتها يعني حسب العرض الأحسن معناتها الأكثر ثمن. في الوقت هذا متاع الخريف ثم عائلات خاصة من جهة سليانة جهة مكثر ينتشروا في كامل تراب الجمهورية في المناطق اللي فيها الصنوبر الحلبي، وهذا بعد ما يشروا المقاسم من الإدارة العامة للغابات ويبدوا في استغلالها بالاستخراج زريرة الصنوبر الحلبي اللي بيعوهم بعد زقوقو تصلح للمولد تاع تعملوا والعصيدة اللي تعملها العائلة التونسية. المقسم تاع قوست البيت حصل عليه السيد علي المرابطي يعني بقيمة 2000 دينار، وكما تشوفوا هو تو هاو في المنشر قام يعني بتهيئة يعني لتونت القيم هذوما، وجاب عائلته خاطر هي العملية تاع جني زقوقو هي عملية عائلية يعني من الابن الصغير يعني للجد، تورثوها الخدمة عن أجدادهم وهي عملية صعبة، ذاك علاش نشوفوهم يسكنوا في الجبل مجموعات مجموعات، خاصة في الوقت هذا أنه في وقت الشتاء في ظروف صعبة بعيد على الكياس بعيد على المدرسة، مرات أولادهم مرات ما تقراش يجيبوها معهم ويتحملوا باش يصوروا معناها شوية فلوس يستدرسوا بها العام كامل. لهنا خمسة عائلات كل عام نجو كما هكا نغربوا نجو للجبال ونخدموا كما كاين، نجو بعائلاتنا بذرينا ما تقراش نجيبوا فيها معنا شكون يقعد غادي في البلاد، نجيبوا معنا شكون يشد لنا الصغار أو منا كبيرة تقعد معنا، وهذيك هي ديما الخدمة نخدموا كما في الخدمة هذه. جدودنا علمتنا الخدمة هذه، نحن واحد ولده مش يهز المكتب مرة للرافضة باش يقري يتولي يهز يجيبوا لي زقوقي لهني، هانا صغيرة تخزر يجيبهم لهنا، كان جيتنا عندي شهرية حتى 600 ألف ما نجيش الخدمة ذي، نمشي نقعد غادي نقري ولدي حتى في الروضة والآخر يولي عنده منطقة عنده حاجة لهنا يعرف كان سنوبر مليري ريباي طلع في صجر يطلع هو في صجر. العملية هي عملية شيخة متاع جني الزقوق، مش عملية سهلة ومش الناس الكل تنجمها، واحنا خدمناها في سنوات كبيرة للإدارة باش نخرجوا البذور متاع الزقوق باش نزرعوها في المنبت، معناها خمسة خدام وستة خدامة يخدموا من الصباح للعشية باش يخرجوا كيلو واحد، ثم أني ثم عامل المناخ في ثلاثة سنوات الأخيرة تعرف ثم جفاف وفما الانتاج هو قليل شوية في الجبل متاع المخاريط الصنوبر الحلبي، على ذلك أني الثمن متاع كيلو زقوق غلي.